السلام عليكم مشاهدين. كيف ما شفنا كل واحد تيلغي بلغاه. الفيديو الاول حكيت لكم اش قال ولد محبوبه، وفي هذا الفيديو غنقولوا اش قال زروالي. حنا في قناتنا ما كنجيو حتى من شي واحد، داكشي اللي كيقولوه كنقولوه لكم. حتى هو خرج وقال داكشي اللي وقع، قال باننا مشينا باش ندير شكايه بان مرت عبد العالي تهجمات عليا. مني وصلت جاو عريسات محبوبة كاملين المقر ديال الدارك، وقال عريسات محبوبة رجالتهم اخرين وهما كيغوتو وحده فيهم شنقات على الدار واحد من الدارك الملكي وكيخبطو في الدفاف، وبانهم محترمهمش. وانا قال بقيت غير ساكت وبقيت غير كنشوف هذاك المنظر، وقلت للدارك علاش ما تدخلوش. ما قالوا لنا راه حنا كنسجلوا في الكاميرات كاع هاد التهجم اللي داروا، غادي يكون عندهم زعما ضدهم. حنا بغينا نعرفوا علاش هما مشاو اصلا، وعلاش واش هما مشاو يديروا شكايه، واش علاش غادي يتهجموا على الدارك الملكي. حيت السيده اللي تهجمات واللي ناضت عليها الفوضى هي مرت عبد العالي، ما عرفناش خرين علاش اش دخلهم في الموضوع. وكل واحد تيقول هضره، حنا كنسمعوا الطرفين، وداكشي اللي كيقولوه كنقولوه للمشاهدين ديالنا. ولكن دائما الحقيقه كيعلم بها غير الله. اي واحد كما تقولوا اي نار اي عافيه، ما كايناش العافيه بلا دخان. اي مشكل عنده سبب، ما غاديش يجيو المشاكل ويتلاحوا غير بوحدهم، ضروري غادي يكون السبب علاش غتنوض هاد الفتنه وغينوض هاد المشاكل. وكامنا عارفين الفتنة والمشاكل سببها هما القنوات واليوتيوب والفلوس، وشي ولا يضرب شي وشي ولا يبيع شي وشي ولا يشهد ضد شي. لا حول ولا قوة إلا بالله، ومع السلامة. فيديو آخر.